يا صباح الفل او مساء الفل على حسب ما انتم بتسمعونا. معاكم سلمى رضا ودي بودكاست لف ودوران. كل مره هنلف وندور في مكان جديد ونستكشف مع بعض جمال بلدنا مصر ام الدنيا. النهارده هاخدكم لفه في مكان من اجمل المعالم الطبيعيه الموجوده على كوكب الارض، ودي بقى اللي بيسموها رحله العمر. جبال وبحر ورمال وكهف وصحر ونجوم ومياه جوفيه، كل الحاجات دي موجوده في مكان واحد. هتهوز ايه بس اكتر من كده؟ هنتكلم عن الصحراء البيضاء، ودي بقى مكان موجود على بعد 45 كيلومتر من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب القاهرة. فلو انت من سكان القاهرة فالوصول للصحراء بياخد حوالي 5 ساعات بالعربية. الصحراء البيضاء فيها كل اشكال الانشطة اللي كلنا بندور عليها في اي رحلة ترفيهية. فالناس اللي بتحب التخييم، الصحراء البيضاء هي انسب واجمل مكان ممكن تخيم فيه مع سهرة حلوة بالليل وكوباية شاي بدوي مميز. يا سلام، مفيش أحلى من كده. أهلا يا أحبابي، مرحبتين. أهلا يا أحبابي، يا جماهيري وأصحابي، يا كل أهالي وقرابي، يا مرحب باللي حاضرين، يا مرحب باللي حاضرين، يا مرحب كل العربان، عرب من عدنان وقحطان، وأحبابي في كل مكان، في بندر ولا وديان وكل واللي حابين ينزلوا في فندق ففي هناك فندق بسيط جدا اسمه فندق القلعة البدوية في واحة البويطي. نيجي بقى للأنشطة، فاللي بيحب التزلج فانت هتمارسه في رحلتك في الصحراء البيضاء على أكتر تل رملي ناعم بين الصخور في وادي العقبات. وأكيد ما ينفعش تكون في المكان الخيالي ده وما تتسلقش جبل الإنجليز، واللي تقدر من خلاله تشوف الصحراء البيضاء بكل اللي فيها وحواليها كمان زي الصحراء السوداء في منظر خرافي يخليك مستغرب ازاي بس الجمال ده موجود وما شفناهوش قبل كده. نيجي بقى لواحدة من أمتع الأنشطة في الصحراء، ونجهز مايوهاتنا علشان نزور بحيرة المياه السخنة الكبريتية، واللي مسجلة من أهم العيون عالميا وليها فوائد عظيمة للجلد والعظام، وكمان تعتبر فرصة كويسة للناس اللي بتحب التجديف. بالنسبة بقى لعشاء التصوير، فانتم هتكونوا في اسعد اوقاتكم وانتم تزوروا الصحراء البيضاء. هتاخدوا فيها اجمل لقطات كانكم كده على كوكب المريخ بالظبط من كتر جمالها وصحرها، وخصوصا جبل الكريستال واللي بيعتبر واحد من اجمل مناظر المنطقه، وفي حوالي 125 نوع من انواع الكريستال. هتلاقي هناك حيوانات مهددة بالانقراض مش موجودة بس غير في الصحراء البيضاء، زي الغزال الابيض والغزال المصري. وانت بتتجول في المكان ده حاول دايما يكون معاك شنطة ظهر خفيفة عشان تقدر تتحرك بسهولة من غير اي عائق. كمان بالنهار بتكون درجة حرارة الشمس عالية جدا، فخلي دايما هدومك قطن وفتحة عشان تعكس اشعة الشمس. وطبعا لو انت مبيت في الصحراء هيكون معاك ملابس تقيلة علشان درجة الحرارة بتنزل كتير قوي بالليل. كمان في نقطة عايزين نلفت نظركم ليها، ما ينفعش نجمع بين الغوص وتسلق الجبل في نفس اليوم، لان ده بيسبب مشاكل صحية بسبب طبعا اختلاف درجة الحرارة. فعلى الاقل يبقى في فرق يومين بين الغوص وتسلق الجبل. وفي نهاية الحلقة عايز اقول ان الصحراء البيضاء من اكتر الاماكن اللي هتحقق لك المتعة والانبهار بطبيعتها اللي بتجمع لك بين الخيال والواقع في صخورها ورمالها واشكالها العجيبة، اللي بتبين لك قد ايه مصر غنية باماكن كتير تستحق اننا نكتشفها ونستمتع بجمال طبيعتها. هتلاقوا كل مصادر معلوماتنا موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس، وزي ما عودناكم كل حلقة هنلف وندور في مصر ونظهر لكم معالمها الجميلة اللي كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في الحلقة وحابين نلف وندور فين المرة الجاية. استنونا كل خميس الساعة 7 بالليل، وتقدروا تسمعونا على قناتنا على اليوتيوب وساوند كلاود وأنغامي. كنت معكم أنا سلمى رضا، والمرة الجاية هيكون معاكم رنا شوليق في لفة جديدة ومكان جديد. وباي باي.
كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك.